ما هو موضوع مصلحة عراقية عليا واتفاقات، وبالتالي نحن جزء من هذا البلد ومشاركون في الحكومة ما هي المصلحة العراقية العليا في وجود العراقية. جيش أجنبي على الأراضي العراقية وينصب سيطرات للتفتيش في مناطق عراقية وتقصف مناطق؟ وين المصلحة؟ إذا أعطيتني مجال شوي راح أكمل لك يلا أستاذ محمد. لذلك إحنا طبعا ماكو أحد يرضى بأنه يكون هناك اعتداء من دولة أخرى على دولتك. لا كلكم راضين كلكم راضين كلكم راضين. وأيضا لا مو ماكو انا بتقول لي اعطيني مجال بس انت بس تخليني احكي. ماكو كلكم راضين، الحكومه الاتحاديه راضيه والاقليم راضي والامور تمام والامور ماشيه، فلا تقول لي ماكو واحد يرضى، كلكم راضين. احكي اسال ولا هسه احكي استاذ محمد عيني. اولا خلينا نحكي بالمبدا العام، يعني بالتاكيد ما حد ما يرضى انه يصير اعتداء، لكن في نفس الوقت تركيا لتتخذ شرعنت هذه يعني خلينا نقول هذه الاعتداءات لوجود البككة، منظمة موجودة داخل الأراضي العراقية تقوم بعمليات، وأيضا صارت أصبح هذه المنظمة خطر يداهم العراق سواء في الإقليم أو خارج الإقليم.